إذن نحييكم هذا اليوم السبت الثالث أو الرابع من أبريل 2024 من هنا من ولاية أوسرت. هنا يقام مهرجان السينما الذي يشرف على نهايته هذا المساء. حفل الاختتام سيكون هذا المساء بإذن الله تعالى بحضور وفد إعلامي وكذلك عدد من المشاركين في الندوة الإعلامية الأولى للتضامن مع الشعب الصحفي مرحبا وسهلا. كما سنشاهد يعني في هذا البث المباشر، حاولوا بفضلكم تكبسوا وحاولوا تشيروا. الأخ محمود حتى هو يعطينا كلمة. السلام عليكم، مشرفين رفيقنا هذا، رفيق اللي متواجد هون، صحفي المستقبل إن شاء الله. مرحبا وسهلا، أعطينا الأستاذ الكريم كلمة، رانا معنا في المباشر. أنا هون باش تفضل أخي الكريم. عرفنا المشاهدين بيك. والله انا اسمي مصطفى، صحفي جزائري. بخير الله. رئيس شبكة الصحفيين الجزائريين المتضامنين مع الشعب الصحراوي، بكفاء الشعب الصحراوي. انا المرة 100 اتي الى مناطق اللجوء الصحراوية في الجزائر، وانا هنا يعني في كل مرة نتذكر كفاء الشعب الصحراوي في الثمانينات وبداية التسعينات، اللي كان يعني كفاح اقترب من حل القضية وليس المسألة كما يقولون. وإذا به نحن في 2024 لا زالت القضية تراوح مكانها، وعاد البوليزاريو إلى يعني الحرب بدافع يعني استفزازات الاحتلال المغربي، ومشكورين يعني نيابة، مشكورك نيابة عن كل الشعب الصحراوي على هذا الجهد اللي قايم به دائما واللي حاضر من خلاله بقلبك كذلك مع اهالينا في المناطق المختلفة. الله يبارك فيك. شكرا جزيلا والله. مرحبا وسهلا والله. اذا والله تفضل. رانا على المباشر ما شاء الله. سلم عليك. وجههم كلمة أقول لهم. الشعب هون. الشعب اليوم مرات خلدوا هاي المناسبة زي الحمد لله. الحمد لله من الصحافة. جزاكس. خارج. ما شاء الله. جزاك الله. لا واجب والله، واجب. مرحبا. يا ولد. حق تبان حريقة هي. السلام عليكم. هو انتم شحال بخير؟ ياك لباس الحمد لله ان شاء الله. السلام عليكم. هو انتم شحال ياك لباس؟ ياك خير ما شاء الله. طاري باس بخير. صح لباس والله بخير. طاري باس بخير. هو انتم شحالكم؟ بخير الحمد لله. طاري باس. أول شو كلمة هذا الناس راهم معنا. إذا نقول لكم الصورة الأخرى من المشهد. كبسوا رجاء. السلام عليكم. السلام عليكم. السلام عليكم.
السلام عليكم. محمد بعد الله بيك وهلا والله شوي لعشرين بيك وهلا والله بيك وهلا والله تحيا الجزائر إذن كنا مع هذه الفعاليات. السلام عليكم. مرحبا بشحالك يا خالد. كيف حالك؟ مرحبا بشحالك ما شاء الله. يا مرحبا وسهلا. بك وهلا والله. وايد خانت. مرحبا والله ما شاء الله. بخير. ما شاء الله. شحالكم انتم؟ ما شاء الله. بخير. الحمد لله. مرحبا بخير. الحمد لله ما شاء الله. مرحبا. الحين في العيون؟ إي وحانينا. فخير تبارك الله.
إذن هنا خيمة العيون. السلام عليكم. السلام عليكم. شحالك بخير؟ السلام عليكم. مرحبا. يا مرحبا. أهلا والله. شحالك؟ ياك لباس؟ ياك خير؟ مرحبا. مرحبا. يا خير. ياك لباس؟ يا خير. ما شاء الله. لاباس. يا خير. ما عرفتك من يستغرب. مرحبا وسهلا. يا ودي واش حالكم؟ ان شاء الله بخير. ياك لباس؟ بخير. يا ودي ان شاء الله. مرحبا. سلمي على الناس راهم معنا في رانا مباشره نضرك الناس خرصون. شو مرحبين بكم في هذا المحصر اللي شفت التغليد اللي له الصحراء ما ي... ما ي... ما يزول لا من كل سنه يعد استقبال الناس اللي جينا اللي كبرتنا عالمينا حتى كامل عالمينا وجينا من بعيد نتكلم وجينا من بعيد وزمان احنا مزمنين وقدرنا مرحبا وسهلا بيك وهلا والله الجميع مرحبا بيك وهلا والله وسهلا بيك وهلا والله جميع الوفود مرحبا وسهلا بيك وهلا والله باذن الله تعالى ان شاء الله النصر ان شاء الله النصر النصر ان شاء الله ما يخرق الا النصر ان شاء الله ان شاء الله باذن الله تعالى اوري لكم والله مرحبا وسهلا مرحبا وسهلا والله اذا دائما في هذا النقل المباشر من هنا من ولايه أوسرت السلام عليكم دائما في جولتنا السلام عليكم السلام عليكم بيك وهلا والله بيك مرة ما شاء الله حالكم انتم بخير طري بس ما شاء الله بخير الحمد لله ان شاء الله ما طري بس الحمد لله ان شاء الله بيك وهلا والله بيك وهلا والله بيك وهلا والله بيك وهلا هذا اعلامي من اهل الصحراء انا واحد والله والله اعلامي هذا كاسكم كاملين يا مشاهدينا في كل مكان طبعا اللي يستحقوه السلام عليكم السلام عليكم انتم شحالكم ماشي ياك لباس ياك الخير طري باس هذا هذا مدان عن يوي حتى هذا شو هاي يتكلم معاك ان قالوا محمد الراضي الليلي هذا هو الاول على هذا هو الاول شو سريع تراها
هذا شو هاي يتكلم معاك ان قالوا محمد الراضي الليلي حق بعد يقول والله والله شوف تراثك والله والله الوالد ما شاء الله انا الله مكسى عليهم والله حتى انا الله مكسى عليهم والله حتى امين ان شاء الله امين ان شاء الله هو ذاك واجب ذاك واجبنا ذاك واجبنا كامل الله امين ان شاء الله امين الله الله امين ان شاء الله امين ان شاء الله امين ان شاء الله امين ان شاء الله امين ايه حق بعد الله ما شاء الله حالكم انتم بخير يا كرباس امين ايه حق بعد الله ما شاء الله حالكم انتم بخير يا كرباس رانا مباشرة الله يطول امين ان شاء الله امين ان شاء الله امين ان شاء الله امين ان شاء الله وش كلمة للناس هاو كاملين يتابعونا عن معنويات الشعب الصحراوي معنويات حاملين ولا مرتفعة يا رب رانا حاملينك وزيد ذاك شاما ريضان ان شاء الله ودور الله مصر والتقران وصي اهالينا في المناطق المحتله وصي النضال والمغامره في الشهاد في النضال الى الامام كل الوطن والشهاده ان شاء الله جزاك الله خير والله يهني بيك والله مرحبا وسهلا والله امين ان شاء الله مرحبا وسهلا والله ان شاء الله ايوه مرحبا بالشرف انت وش حالك بخير ياك لباس بخير ياك لباس الحمد لله ان شاء الله طري بس مرحبا وسهلا والله مرحبا وسهلا والله مرحبا بكم شرفوا بنظامك الاعلام اللي هو سلاح قاتل النعدو وراهو يا داري فوق روسنا الله يطول عمرك لاننا ناسينو هاي الناس كاملة هون اللي هادو الترك راهم يعرفوا ياك الحمد لله الحمد لله وش نبت عندهم ذا اللي نقولوا ذا اللي هذا كامل زين انت اللي لا تكشف الفضائح اللي ما يلتبس عليها اللباس وتفضح المخزن وتفضح انتهاكات الجسيمة وحقوق الانسان وتفضح الاعيب وقرارات الامم المتحدة وكواليس محافل الدولية وهذا احنا شلة سلاح اخر اكبر من المعركة العسكرية الله يطول الله يطول عمرك هو وش كلمه لهؤلاء المشاهدين اللي معانا عن الشعب الصحراوي وعن يعني ياسر الناس يقولوا كذاش الشعب الصحراوي يتخلى عن قضيته قد ياسر ما احنا متخلين عن قضيتنا حتى ولو بقى منا لا نفس واحد ما احنا متخلين عن قضيتنا ولا احنا متخلين عن قضيه اعطينا عليها الشهاده وردمناها وعاهدناهم على عهد ما كرش حتى نبقى اذا لقاش واحد اللي عاد عندهم امل يلعبوني ويراهنوا عليه الرهانات الإقطاعية والعهد لكن اللي ما تعني يدوك الشهادة الأولى آخر ما تخالف الله يطول عمرك إن شاء الله الرهانات الإقطاعية كنت سهل الليري كنت سهل الليري كنت سهل الليري كنت سهل الليري مرحبا وسهلا ينهض معانا وإحنا إن شاء الله كنت سهل الليري مرحبا وسهلا ينهض معانا وإحنا إن شاء الله على الدرس الحمد لله لبس ها مرحبا راديو سارة ليبري ايه مرحبا سارة عيسي ايه مرحبا سارة مرحبا سارة ايه تفضل رانا مباشرة تفضل اعطيني كلمة السلام عليكم السلام الحمد لله اليوم عند الصحراويين في المخيمات عندهم اسبوع واحنا معاهم اليوم من بداية الاحتفالات هكذا ملاحظة ان مشرطين لقينا شعب متوحد شايد على كلمة واحدة كلمة الشهادة
أو النصر أو النصر أو الشهادة. وكل ولاحظنا أن كل الشعب صغير أو كبير اللي عايشين هنا في الصحراء أو اللي عايشين في أوروبا في إسبانيا عندهم كامل كلمة واحدة، كلمة وهدف واحد، يتكلم بالفرنسي حتى باش Je préfère un message aux Algériens qui vivent en France. Donc, à notre visite dans le camp de réfugiés, nous avons eu le plaisir et la chance encore de rencontrer des Sahraouis venant des territoires occupés. Il y a des Sahraouis qui vivent au niveau des camps des réfugiés. Il y a d'autres qui sont arrivés, qui viennent d'Espagne ou d'autres pays européens. Donc, mais la chose qu'on remarque, c'est qu'ils sont tous sur la même longueur d'onde. Un objectif, c'est la libération. La libération de leur pays, quels que soient les moyens et quels que soient les résultats. L'objectif, et ils sont prêts à donner pour obtenir ces résultats. Très bien. Merci. 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 يكون معه مساند العالم جميعا، ونتمنى أنه أيضا
50 للجبهه الشعبيه، ذكرى ال 50 للجبهه الشعبيه، ذكرى ال 50 للجبهه الشعبيه. السلام. مرحبا. شحال عليك ابويا؟ لاباس بخير الحمد لله. لاباس بخير صحه لاباس بخير. السلام عليكم. لاباس. وعليكم السلام. مرحبا. شحالك بخير؟ ما شاء الله بخير. صورني. لاباس بخير الحمد لله. لاباس بخير صحه لاباس بخير. السلام عليكم. لاباس. وعليكم السلام. مرحبا. شحالك بخير؟ ما شاء الله بخير. صورني حق الله معك. مشي اليوتيوب شوف عليك شوي حاين شوي محمد. ما شاء الله حالا انا معاكم معاكم انا ماني عجلان. قال لك عنه ما هو عجلان. ما هو عجلان عندي انا معاكم. لا نعطي لها ضيوفنا تليفون صحيح وقطع سجل شو عندك وعاد ذاك مش اليوتيوب مش اليوتيوب اللي عندك اليوتيوب هون فراجي لو صحيح هو ساعطي القناة حق شكرا استاذ. مرحبا والله. كيف السلام هاي ايه الله او تو صحابي تسرح يا خير تسرح لا بد وش خير حد ما يسرح شو حال يطفى الى سلك الله يوفقنا ووفق ان شاء الله تموت في الاعلام ياك وزين عندها الفتحه ان شاء الله ما شاء الله زين عندها التصوير وزين عندها الذي موهبه يا مسنين نقول لكم أنا جايب سنين اللي يقلح لي دافت محمد الراضي والله مرحبا بيك بعد السنين والله مرحبا وسهلا والله الله علمك هو أنا حتى أنا رايب ديدان شو قدامها إن شاء الله وفقك لا متعود تبغي أصل باقيته يا أخي حظا حيث لك حتى نصر والي ماشي كان يامس في ندوة قال لي عني في قطر هو قد يعود هو رحم داخل رحم فات هو رحم زال في القاعدة والله هلم شعر والله يا رحم بركاته والله والله يا من المناطل ورحك وكروب المناطل ما شاء الله والله يوفقك إن شاء الله إن شاء الله والله ينجحك ويعطيك ذاك اللي تتمنى إن شاء الله ايوه ونيك إن شاء الله مرحبا وسهلا مرحبا وسهلا ايوه مرحبا وسهلا إذن كما قلت لأنه بعد قليل سيكون هناك اختتام لمهرجان السينما هنا في ولاية أوسرت كنا معكم في هذه التغطية المباشرة سنقطع البث على أساس أن نلتقي بكم لاحقا إن شاء الله تحياتي لكم شكرا لكم كاملين وإلى اللقاء إن شاء الله النصر للشعب الصحراوي النصر النصر إن شاء الله النصر إن شاء الله النصر معنويات هذا الشعب إن شاء الله ما تكسر ولا يجد حد يكسرها شوف هذا رف قضية الصحراء